هو رئيس لكنه تاجر بقضية شعبه، رئيس يرى في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ضربا من العبث، رئيس سلطة لا مشكلة لديه بالتواصل مع الكيان المحتل أو بعقد صفقات معه، رئيس يتخابر مع سلطة الاحتلال أمام أعين الفلسطينيين سرا وعلانية. أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من محطات سياسية. نقف اليوم في محطة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعد أن نشاهد معا هذا الفيديو التعريفي الذي يختصر سيرته الذاتية. إذا نتحدث أكثر حول محمود عباس مع ضيفي عبر سكايب السيد طلال نصار المحلل السياسي الفلسطيني. سيد طلال نصار، نبدأ من الصفر، ما العوامل التي ساهمت في وصول محمود عباس للسلطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. محمود عباس الذي قدم تنازلات كبيرة جدا للاحتلال الإسرائيلي، وهو الذي هندس اتفاقية العار، اتفاقية أوسلو، وهو الذي انقلب حتى على ياسر عرفات وسماه ياسر عرفات بكرازاي فلسطين، عندما فرضته الإدارة الأمريكية والعدو الإسرائيلي أن يكون رئيسا للوزراء في ذاك الوقت، وعمل بكل جهد من أجل إنهاء المقاومة الفتحوية قبل المقاومة الفلسطينية، بمعنى قدم أثمان باهظة من أجل أن يكون في هذا المنصب. انقلب على فتح وانقلب على خيارة الشعب، وقدم التنازلات الكبيرة جدا لصالح الاحتلال من أجل أن يصل إلى سدة الحكم وإلى ما يريد محمود عباس. محمود عباس بكل بساطة بكلمتين: بنى ما ينبغي أن يهدم وهدم ما ينبغي أن يبنى. بنى التنسيق الأمني مع المحتل، وبنى مشروع الخيانة مع الاحتلال، وهدم المقاومة الفلسطينية التي توصلنا إلى القدس وإلى حيفا وعكا وطبرية، وتنازل عن جوهر القضية الفلسطينية حق العودة، وقدم كل ما يتناقض مع الاحتلال ضاربا بعرض الحائق آراء الشعب الفلسطيني وآراء المقاومة الفلسطينية الباسلة. نعم، يعني هل يمكن اعتبار تصرفات محمود عباس بأنها متاجرة بالقضية الفلسطينية أم خيانة للقضية؟ كلاهما معا. هو تاجر بهذه القضية، تاجر بشبابها، تاجر بنسائها، تاجر بمقدراتها، تاجر بزيتها الذي أهداه إلى المجرم وزير الدفاع الصهيوني، بمعنى أن محمود عباس قدم كل ما يريده الاحتلال الإسرائيلي. لذلك أخي الكريم، نحن أمام تجارة وأمام مشروع خيانة. فلو نظرنا وقلنا لقيادات منظمة التحرير وقيادة السلطة، عرفوا أمام العالم ما هي الخيانة،
لقالوا كلاما لا يقبل به أي طفل فلسطيني. أخي الكريم، تنازل عن 80% من تراب فلسطين، نسق مع المحتلين، سير دوريات مشتركة مع الاحتلال، بنى كازينو أريحة وكازينات أخرى من أجل أن يهدم كل ما يصبو إليه الشعب الفلسطيني وشباب الشعب من تربية إيمانية مقاومة حقيقية. لذلك نسق مع المحتل، التقى مع الحاخامات الإسرائيلية، قال أمام الحاخامات بأن إسرائيل وجدت لتبقى، لكنه لم يقل ذلك على قضيتنا الفلسطينية ولا على فلسطين. تحدث أمام الشباب الصهيوني وقال نريد مستقبل لكم، لكنه لم يلتقي بشباب فلسطين وقائلا لهم نريد مستقبلا لكم. لذلك نحن أمام خيانة واضحة من محمود عباس، وإلا بماذا نعرف الخيانة إذا كان التنازل عن فلسطين والتنسيق مع المحتلين وملاحقة المقاومين هذا ليس خيانة، فما هو الخيانة؟ لذلك أخي الكريم، نحن أمام خيانة هذا الزنديق، هذا المجرم، هذا الذي لا يمثل حذاء طفل فلسطيني، فضل أن يمثل هذا الشعب الفلسطيني الذي عنون المراحل القادمة بمراحل التحرير، ولذلك لا يمثل إلا الخونة والمرتزقة من أمثاله. أما شعبنا الفلسطيني فلديه قيادة، قيادة مقاومة على رأسها إسماعيل هنية وخالد مشعل ومن نفذ فيهم. يعني تريد القول اليوم كل الشعب الفلسطيني لا يعترف بمحمود عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية، تحديدا أولئك الذين يتواجدون في الضفة الغربية المحتلة؟ بموجب مركز استطلاع في الضفة الغربية تابع لهم وليس لنا، تحدث أن بعد استطلاع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وجدوا أن فقط 17% من يريدون محمود عباس، بمعنى تتحدث عن 83% من المجتمع الفلسطيني لا يريدون هذا المجرم الذي أجرم بحق شعبنا وبحق قضيتنا العادلة. معظم الشعب الفلسطيني لا يريد محمود عباس، وأنا سأعطيك دليلا واضحا يقتنع به المشاهد. إن كان جادا بأنه يمثل الشعب الفلسطيني، لماذا لا ينزل إلى الشوارع ولا يلتقي بالعوائل ولا يتحدث مع الناس في الأسواق؟ لكن تجد هذا المسلك عند الأخ إسماعيل هنية عندما كان في غزة، تراه يمشي بين الناس يتحدث معهم لأنه يعلم أن الشعب هو الذي قدمه. لكن محمود عباس يعي تماما أن الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية هم الذين فرضوه على شعبنا، ولذلك لا مكانة له بين الشعب الفلسطيني. قدم أبناءه من أجل أن يكونوا تجارا على مستوى القضية الفلسطينية، تجارا بالأسمنت وبالحديد وبالاتصالات، بينما أبناء قيادات المقاومة أمثال الزهار وأمثال هنية وأمثال نضال فرحات وأمثال نزار ريان، أين أبناؤهم؟ كلهم شهداء في سبيل الله ومن أجل الله. ولذلك شعبنا الفلسطيني يدرك تماما من الذي يتاجر مع الاحتلال ومن الذي يتاجر مع الرحمن. الذي يتاجر مع الرحمن يقدم ذاته أمثال الإمام أحمد ياسين والرنتيسي وغيرهم شهداء في سبيل الله، ويقدم أبنائهم ويتمنوا لأبنائهم ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم لذاته عندما قال لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل، فيقدم أبنائهم مشاريع للشهادة، بينما محمود عباس وغيره يقدم أبنائهم ليكونوا في الكازينوهات وهنا وهناك في التجارة. لكن أستاذ طلال النصار، البعض يقول أي معركة تحتاج إلى جانب سياسي وجانب عسكري. الفصائل الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية في غزة ربما هي التي تتحكم بالجانب العسكري، تفرض الكلمة على الاحتلال الإسرائيلي بصواريخها وبرجال مقاومتها. لكن على الطرف الآخر محمود عباس يقود ما تتطلبه سياسة المرحلة، يقود سياسة من المفترض أن تكون كذلك لها دور في يعني القضية الفلسطينية. الرؤية السياسية تنبثق من المجلس التشريعي، والمجلس التشريعي حصلت حماس وقوى المقاومة على أكثر من 65-65%، بمعنى أن هذا الحراك السياسي الذي ينبثق من فوهة البندقية يدرك تماما حاجة الشعب الفلسطيني، ولذلك يتجذر بما يريده الشعب الفلسطيني ويتمسك بخيارات أبناء الشعب الفلسطيني. لكن السياسة عندما تكون
في من الفنادق، وتكون من خلال لقاءات عباس جينيتس، ومن خلال لقاء عباس بنت، ولقاء عباس بن يمين نتنياهو، تكون السياسة منبثقة من فكر الاحتلال وليس منبثقة من أبناء الشعب الفلسطيني ورؤية أبناء الشعب الفلسطيني. لذلك المقاومة والسياسة هم متلازمتان مع بعضهم البعض، ويمكن للسياسي أن يقدم رؤية حقيقية لكنها مستندة إلى حقوقنا وإلى ثوابتنا وإلى قدسنا وإلى هويتنا. أما سياسة محمود عباس التفريطية فهو الذي وقع وقال مفتخرا، كحال التي يعني تسهر الليالي هنا وهناك تفتخر بما تفعل، وهو يفتخر بأنه تنازل عن 80% من تراب فلسطين. أخي الكريم، بعد اتفاقية أوسلو ماذا قدم محمود عباس؟ قدم أوسلو 2، قدم أوسلو 3، قدم واي ريفر، تينت، ميتشل، طابة، زينة، شرم الشيخ، خارطة الطريق، قدم اعترافات متتالية وتنازلات تلو التنازل، بمعنى كل اتفاقية ذكرتها السقف الفلسطيني ينزل والاحتلال يتقدم على هذه السياسة الخرقاء التي يقودها محمود عباس. ولذلك إن المفاوض الفلسطيني في ظل ما وجود هذه الرؤية الأسلوية هذه، أنا أعتقد أن المفاوض الفلسطيني يقود المفاوضات بمهارة نحو الخسارة. لذلك أخي الكريم، السياسة عندما تستند إلى حقنا نحن مع الرؤية السياسية التي تستند إلى حقنا الفلسطيني بالكامل، وفلسطين من البحر إلى النهر. نقطة ثانية، محمود عباس انتهت ولايته في 9 من يناير عام 2009، مدد المجلس المركزي لمنظمة التحرير ولاية عباس إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، لكن إلى اليوم لم تجري تلك الانتخابات. هل يمكن القول هي مماطلة من قبل منظمة التحرير لإبقاء محمود عباس في السلطة، أو هل لعباس بالأصل يد في تلك المماطلة لكي يبقى على رأس السلطة الفلسطينية وتقديم المشاريع التي يرغب بها الاحتلال كما يقول الكثير من الفلسطينيين؟ يعني أنا قلت سابقا وأقولها مرة ثانية، لن تحصل انتخابات في ظل وجود هذا المجرم الذي يسيطر على كل مفاصل القضية الفلسطينية، من منظمة التحرير، من قيادة السلطة، اللجنة المركزية وغيرها. لذلك هو يسيطر ويحتل هذه المواقع عنوة عن أصحابها. ولذلك أنا سألت أحد قيادات فتح، هل يستطيع محمود عباس أن يعتقل أي إنسان في الضفة الغربية؟ قال لي نعم. قلت له هل يستطيع أن يفرج عن أي واحد في الضفة الغربية حتى في ظل الأجهزة الإعلامية الموجودة؟ قال لا يستطيع، لأنه مأمور، والمأمور أخي الكريم لا يستطيع أن يقدم رؤية لشعبنا. مأمور من من؟ مأمور من الاحتلال الإسرائيلي. ولذلك هذه المماطلة مماطلة من الاحتلال بأيدي فلسطينية، بأيدي من انسجم وأخذ بطاقة الفي آي بي والأموال الممنوحة من الاحتلال. هذه المماطلة من أجل أن لا تكون هناك انتخابات، وأنا سأعطي مثالا قطعيا على ذلك. لماذا قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس نحن مع الانتخابات؟ لأنها لا تخشى من صندوق الانتخابات، لكن محمود عباس قال لن نجري الانتخابات حتى يتم حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة. حلت اللجنة الإدارية، قالوا حتى يأتي الحمد لله إلى غزة. جاء الحمد لله في ذاك الوقت، قالوا حتى يذهبوا إلى مصر. ذهبوا إلى مصر، قالوا حتى تسلم السلاح. أما نحن فنقول بأن سلاح أبناء الشعب الفلسطيني وسلاحنا شرف، ولا يتخلى عن شرفه إلا عديم الشرف وعديم المروءة وعديم الأخلاق وبائع الدين وبائع الوطن. أما نحن فسلاحنا لا يمكن أن نتنازل لثلة متهالكة كرزاي فلسطين الذي يريد منا أن نسلم السلاح، يريد للمقاومة أن تبيع هذا السلاح. لكن شتان بين من يربي الجند على تحرير فلسطين وبين من يربي سلطة العار من أجل أن يكونوا خدما للاحتلال من أجل إنهاء هذه القضية. لذلك أخي الكريم، محمود عباس يريد بكل الوسائل المماطلة ثم المماطلة لبقائه في سدة الحكم، وهو لا يستطيع أن يطلق سراح أسير فلسطيني في الضفة الغربية. نعم، أيضا من أحد أقوال محمود عباس حينما سئل عن موقفه من الصواريخ التي تطلق من غزة على الكيان الصهيوني المحتل،
قال أقول للمخابرات الجوية إذا رأيتم أي أحد يحمل صاروخ طخوه اقتلوه منيح هيك. إذن لم يقف محمود عباس فقط عند معارضته لمشروع المقاومة الفلسطينية، بل حرض بالمقابل على قتل أي مقاوم يطلق الصواريخ على الكيان المحتل. هذه المواقف لمحمود عباس إلى أي حد تساهم باعتقادك في تحقيق المشاريع الصهيونية في فلسطين المحتلة؟ يعني أنا أعتقد كما قلت بأن محمود عباس لا يستطيع أن يقول للمخابرات الجوية ولا للأمن الداخلي ولا لغير ذلك إذا رأيتم صهيونيا فاقتلوه. ستكون هذه الكلمة ثمن زوال محمود عباس عن الكرسي، لكنه لأنه كما قلت أنا في بداية الحديث لأنه جاء بأمر الاحتلال وبإرادة أمريكية ولم يأتي بإرادة فلسطينية، قال إذا رأيتم أي مقاوما يحمل صاروخا فاقتلوه. لذلك أنا أعتقد أن محمود عباس سيبقى مع الاحتلال مطبقا لسياسات الاحتلال في كل كبيرة وصغيرة. من أجل بقاء محمود عباس في سدة الحكم لابد أن يمرر جميع المشاريع الإسرائيلية، من الصمت على الاستيطان والتي تغول الاستيطان في مناطق الضفة الغربية أضعاف مضاعفة عما كان عليه الاستيطان قبل مجيء السلطة المتهالكة إلى الضفة الغربية. اليوم حوادث الاقتحامات من الاحتلال في ظل وجود هذه السلطة، عندما دخل الاحتلال إلى مناطق إلى جنين وغيرها والسلطة صامتة لا تحرك ساكنة. أما محمود عباس اليوم رأيناه بالأمس كيف يعطي القرارات لضرب وتكسير ابن زكريا الزبيدي وهو المعتقل عند الاحتلال، بينما لا يعطي أمرا من أجل إطلاق النار على أي صهيوني يتجاوز الأراضي التي تم تثبيتها بموجب الاتفاقيات السابقة. لذلك محمود عباس من أجل أن يبقى هنا في داخل فلسطين، من أجل أن يبقى على سدة الحكم، لابد أن يكون صهيونيا أكثر من الصهاينة. وأنا أقول أنا أعتقد بأن الشعب الفلسطيني سيواجه هذه السلطة شئنا أم أبينا، شاء الاحتلال أم لم يشأ، شاءت السلطة أم لم نتشأ. المواجهة بين الشعب الفلسطيني وهذه السلطة قادمة، لأن السلطة تنفذ أجندات صهيونية، ومن اعتقد بأن السلطة تواجه حماس فهو واهم. السلطة تواجه أي مشروع مقاوم، أي إنسان يريد مقاومة الاحتلال سيجد أن السلطة تقف بديلا عن الاحتلال في وجهه. نعم، باختصار وبدقيقة واحدة أستاذ طلال نصار، هل سيسقط محمود عباس وتسقط معه المشاريع التي يرغب في تحقيقها باعتقادك باختصار؟ أنا أقسم لك بالله العلي العظيم بأن السلطة ساقطة وستسقط، وأن من طبع مع الاحتلال ساقط وسيسقطون من شعوبهم بإذن الله جل في علاه، وأن الكلمة العليا هي لمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان مصداقا لقول الله جل في علاه. ولذلك نحن على ثقة بوعد الله القادم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، أما هؤلاء فهم زبد لا قيمة لهم بإذن الله، هم والاحتلال إلى زوال، ونحن من عاش منا سيطأ بأقدامه الطاهرة أرض حيفا وعكا وطبرية والقدس ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. شكرا جزيلا لكم الأستاذ طلال نصار المحلل السياسي الفلسطيني على حضوركم معنا في هذه المحطة السياسية. إذن مشاهدينا الكرام، بذلك نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من محطة سياسية. إلى لقاء جديد بأمان الله.